السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد وطاقية جديدة. وزي ما اتفقنا بنعمل مقاس صغير، وبعدين أنا بشرح لكم في الفيديو إزاي نعمل منه أي مقاس سواء بيبي أو حد كبير. الغرزة سهلة جدا وبسيطة، حلوة قوي بناتي، بتعمليها بطريقة سهلة وبسيطة. احنا هناخد المقاسات على العروسة بحيث نقدر نعملها لأي مقاس احنا عايزينه. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل معاه الطاقية دي ازاي. اول حاجة بنجيب اي خيط عندنا، طبعا لو انت هتعمليها البيبي يفضل انك انت تعمليها بخيط قطن عشان تبقى طرية عليه. اهم حاجة انك انت تختاري ابرة اكبر من المقاس اللي انت هتشتغلي بيه. يعني انت مثلا الخيط محتاج مقاس 4، اشتغلي بمقاس 5 عشان تبقى طرية والغرزة معاكي تبقى حلوة، ما تبقاش مشدودة. وبعد كده انا هنزلك برضو في صندوق الوصف اول حاجة باخد مقاس دوران الراس. دوران الراس بيتاخد من عند الودن من هنا كده، خلاص بيبقى بالشكل ده من فوق الحاجب بالظبط، بيبقى الدوران ماشي بالشكل ده. خلاص انا عندي هنا 26 غرزة. دايما لما بيكون عندك المتر بتشتغل بيه احسن من عدد الغرز عشان يديكي مقاس مظبوط. هبتدي اعمل عدد من السلاسل، ويفضل ان هو يكون عشان عدد سلاسل يقبل اسم على 4 عشان الغرزة بتاعتنا. فانا ابتدي اعمل عدد من السلاسل اللي هم 26 سنتي، وفي الاخر بعدهم على اساس ان هم يقبلوا الاسم على 4. هكمل عدد من السلاسل، اظبط بقى العدد عشان نرجع نكمل مع بعض ونشوف هنعمل الايس كاب بتاعنا ازاي. عملت كده عدد من السلاسل يقبل الاسم على 4، باجي كده بعد السلسلة بتاعتي خلاص وبدخل فيها كده عشان تبقى معدولة. تمام، وهقفل بغرزة منزلقة. بالشكل ده هاخد معايا الخيط ده وانا شغالة عشان اثبت بيه الشغل. هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وهعتبر ده اول عمود في المجموعة، وهدخل على الغرزة اللي بعدها على طول واعمل غرزة عمود. هبتدي اشتغل السطر كله عبارة عن غرزة عمود، فوق كل سلسلة بعمل غرزة عمود. تمام، هكمل السطر بنفس الطريقة ونرجع نكمل مع بعض الايس كاب. كملوا وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية السطر، عندي غرزة 2 3 اللي هما 3 سلاسل اللي انا بديت بيهم. هدخل هنا في اول سلسلة واعمل غرزة منزلقة. بعد كده برتفع سلسلتين وهدخل في العمود ده كده وعمله عمود امامي، والعمود اللي بعده هعمله عمود خلفي. غرزة العمود الأمامي والعمود الخلفي موجودة على القناة بالتفصيل، هنزلها لكم في صندوق الوصف. تمام، بعمل عمود أمامي وعمود خلفي. عمود أمامي يعني باجي هنا في الفراغ ده وأخد العمود على الإبرة من قدام كده وأسحب وأخد حلقتين حلقتين. بعد كده العمود الخلفي، باجي من الخلف كده من الفراغ ده واخلي العمود ورا الابرة. برضو لو هتشوفوها بالتفصيل لو مش عارفين تشتغلوها. هبتدي اشتغل فوق كل عمود، عمود امامي عمود خلفي عمود امامي عمود خلفي لاخر السطر. هكمل السطر وارجع لكم تاني. كملت السطر، اخر غرزة معايا هتبقى عمود خلفي. هاجي هنا عند السلسلتين دول، هو هدخل في الغرزة التالتة اللي هي اول عمود عندي، وهبتدي ارتفع سلسلتين برضو، وفوق العمود الامامي هعمل عمود امامي. يعني العمود الامامي هعمل فوق عمود امامي، والعمود الخلفي هعمل عمود خلفي.
فوق العمود الأمامي هعمل عمود أمامي، والعمود الخلفي هعمل عمود خلفي. هبتدي أشتغل بقى مجموعة من الأسطر اللي هو العرض البليسيه بتاع الأيس كاب. هكمل بقى كذا سطر بنفس الطريقة، فوق الأمامي أمامي، فوق الخلفي خلفي، لغاية ما أوصل لعرض الطاقية أو الأيس كاب اللي أنا عايزاه. هكمله، نرجع نكمل مع بعض الطاقية بتاعتنا. وصلت لنهاية العرض اللي أنا عاملاه. أنا عملت 3 أسطر بس، لأن طبعا أنا عاملة مقاس صغير. لو أنت حابة تعمليها عريضة عشان تتنيها مرتين، ماشي مفيش مشكلة، برضو هيبقى شكلها جميل لو أنت شغالة بخيط أرفع من ده. لكن هي طبقة واحدة هتبقى كويسة، لأن الغرزة بتاعت عمود أمامي وعمود خلفي بتكون سميكة شوية. هنيجي بعد كده عشان نبدأ نعمل الغرزة بتاعتنا. أنا كده وصلت لنهاية السطر، هدخل هنا في أول غرزة، تالت غرزة هنا هو، وهعمل غرزة منزلقة. هرتفع 1 2 3 4، ده كده كأنه عمود بلفتين، وهلف لفتين وهدخل في نفس المكان وأعمل عمود بلفتين، بطلع من حلقتين حلقتين حلقتين، وهلف لفتين وفي نفس المكان هعمل عمود بلفتين. أنا كده بقى عندي 3 عمود بلفتين. هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، هلف لفتين وفي نفس المكان هعمل عمود بلفتين، هلف لفتين وهعمل عمود بلفتين، هلف لفتين وهعمل عمود بلفتين. يبقى انا كده في غرزة واحدة عملت 6 عمود بلفتين بينهم 3 سلاسل، 3 سلاسل بعدين عمود بلفتين، 3 سلاسل 3 عمود بلفتين. هعمل سلسلة وهسيب غرزة 2 3، والرابعة هعمل فيها غرزة حشو. هعمل سلسلة، هلف لفتين، هسيب غرزة 2 3، والرابعة هبتدي اشتغل فيها عمود بلفتين، تاني عمود بلفتين، تالت عمود بلفتين، تلات سلاسل، هلف لفتين في نفس المكان هعمل 3 عمود بلفتين. ادي اول عمود بلفتين، تاني عمود بلفتين، تالت عمود بلفتين. وهكرر تاني، هعمل سلسلة، هسيب غرزة 2 3، والرابعة هعمل فيها غرزة حشو. هعمل سلسلة، هلف لفتين، غرزة 2 3، والرابعة هشتغل فيها 6 عمود بلفتين بينهم 3 سلاسل. هكمل السطر كله بنفس الطريقة، كملوا وارجع لكم تاني. وعلى ما كمل شكلكم نسيتوا تعملوا لايك، اعملوا لايك على ما نكمل. وصلت كده لنهاية السطر، عملت اهو الغرزة سلسلة، وادي 1 2 3، والرابعة هعمل فيها غرزة حشو سلسلة، وهبتدي 1 2 3، ودي الرابعة اللي هي اول عمود، 1 2 3، وفي الغرزة الرابعة وهعمل غرزة منزلقة. وكده ده اول سطر في الغرزة، شايفين شكله بقى عامل كده بالشكل ده. هنبتدي السطر اللي بعده. انا هنا عملت غرزة منزلقة، بعد كده في العمود اللي بعده هعمل غرزة منزلقة، العمود اللي بعده هعمل غرزة منزلقة، بعد كده هدخل في اول فراغ هنا واعمل غرزة حشو. هرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، هلف لفتين وهبتدي اشتغل على 6 عواميد دول. شايفين؟ هاخد اول عمود هعمله عمود امامي، ادخل كده من ورا العمود وهلف واطلع من حلقتين حلقتين، وهسيب الحلقة الاخيرة، هلف لفتين وهدخل على العمود اللي بعده والف، هاخد حلقتين حلقتين وهسيب الحلقة الاخيرة، هلف لفتين وعلى العمود الثالث ادخل والف
واطلع من حلقتين واسيب العمود اللي الحلقه الاخيره، هلف لفتين وابتدي انتقل على الثلاث عواميد دول، وابتدي اخد اول عمود اعمل عمود امامي، هاخد حلقتين ومش هكمل العمود، هلف لفتين وهدخل على العمود الثاني وهسحب وهاخد حلقتين ومش هكمل، هلف لفتين وهدخل على العمود الثالث وهلف لفتين وكده انا عندي بقى عندي 2 4 6 7 حلقات هطلع منهم كلهم مره واحده بالشكل ده، وهعمل سلسله 2 3 4 5. وبعد كده هدخل على الفراغ ده واعمل غرزه حشو، وهرتفع سلسله 2 3 4 5 وابتدي اكرر اللي انا عملته تاني، اشتغل على الست عواميد دول تاني، اشتغلهم مع بعض، اول عمود امامي هطلع من حلقتين ومش هكمل العمود، هلف لفتين، العمود التاني هطلع من حلقتين ومش هكمل العمود، هلف لفتين، والعمود التالت هطلع من حلقتين ومش هكمل العمود، هلف لفتين وهنتقل على المجموعة التانية، اخد اول عمود هطلع من حلقتين ومش هكمل العمود، هلف لفتين، العمود الخامس هطلع من حلقتين ومش هكمل، لف لفتين، عمود الاخير هطلع من حلقتين وهيتبقى معايا 7 حلقات على الابرة، اجي 1 2 3 4 5 6 7 هطلع من 7 حلقات كلهم مرة واحدة، وهعد 5 سلاسل 1 2 3 4 5 وهكرر اللي عملته تاني، هدخل في الفراغ ده اعمل غرزة حشو وخمس سلاسل 1 2 3 4 5 وهكرر نفس الشغل ده، هجمع كل 6 غرز مع بعض، هكمل السطر بنفس الطريقة ونرجع نكمل مع بعض الايس كاب او الطاقية بتاعتنا. كملت كده السطر ووصلت لهنا لبداية السطر اللي انا كنت عملت منزلقة وغرزة حشو، هدخل هنا في اول غرزة حشو بالشكل ده اللي هي اول غرزة عندي في السطر اللي فات، وهعمل غرزة منزلقة وهبتدي اعمل غرزة حشو هنا اول غرزة كده عشان ده يبقى اول السطر، وهلف لفتين وهبتدي اكرر السطر اللي تحت ده اللي هو الاولاني، بس فين بقى؟ شايفين هنا الغرزة اللي انا جمعت بيها المجموعة دول، بدخل فيها كده اللي هي اللي انا جمعت الستة مع بعض، 7 حلقات لو تفتكروا عملت فوق منهم غرزة سلسلة، هبتدي اعمل عليهم 6 عواميد بينهم 3 غرز، ادي اول عمود بلفتين، ادي اول عمود هلف لفتين وادخل اعمل تاني عمود، هلف لفتين وندخل نعمل تالت عمود، هنعمل 3 سلاسل، هلف لفتين وادخل في نفس المكان اعمل 3 عمود تاني بلفتين، 1 2 3 هعمل سلسلة وهنيجي هنا على غرزة الحشو اللي احنا عملناها هنا وندخل نعمل فيها غرزة حشو ونعمل سلسلة ونلف لفتين وفي المجموعة التانية ونعمل 3 عمود بلفتين 3 سلسلة 3 عمود بلفتين، نيجي 1 2 3 3 سلسلة 3 عمود، وهنكمل باقي السطر بنفس الطريقة، سلسلة والغرزة دي هنعمل عليها غرزة
حشو، سلسلة، وهنكرر لآخر السطر. شايفين ادي شكل الغرزة، شكلها جميل شيك جدا وحلوة وبسيطة. يلا لو عجبتكم عايزة اشوف اللايك الجميل والتعليق ايه اللي عجبكم، وحتى لو ما عجبكمش حاجة برضو اكتبولي في التعليقات ايه اللي ما عجبكمش عشان نطور من نفسي واطور من القناة والكل يستفيد. هكمل السطر ونرجع نكمل مع بعض الايس كاب. اوه تنسوا التعليق، يلا بينا. كملت السطر اهو، وصلت لاخر السطر. هدخل هنا في غرزة الحشو واعمل غرزة منزلقة، وهبدأ السطر اللي بعده. السطر اللي بعده تكرار للسطر اللي هو التجميع، المجموعة ديت، يعني سطر بنجمع وسطر بنعمل ست غرز، سطر بنجمع وسطر بنعمل ست غرز. هعمل معاكم الست غرز دول عشان نشوف السطر هيمشي ازاي، وبعدين هنكرر بنفس الطريقة لغاية الطول اللي احنا عايزينه قبلها بكذا سنتي كده عشان التقفيلة بتاعت الطاقية. يلا بينا نشوف مع بعض. اديني عملت كده ودخلت هنا في الفراغ، عملت اول غرزة حشو. هرتفع خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، هلف لفتين وهدخل اخد اول عمود، اعمل عمود امامي بس مش كامل، باخد حلقتين حلقتين وبسيب الحلقة الاخيرة على الابرة، بلف لفتين وهدخل على العمود اللي بعده وباخد حلقتين حلقتين وبسيب الحلقة الأخيرة، بلف لفتين وباخد العمود التالت واخد حلقتين حلقتين واسيب الحلقة الأخيرة، بلف لفتين. أنا كده دي أول مجموعة، هسحبهم دول، لا هسحب دول مع بعض كده لأن دول مجموعة. سوري استنوا بقى لاني انا المفروض ان انا امشي منزلقة، معلش سوري، عشان انا المفروض باخد المجموعتين التانيين، اسفة. معلش نرجع بالسطر ده، معلش نرجع بالسطر ده، انا عملت هنا منزلقة اهو عشان بس ما نتلخبطش. سوري انا اتلخبطت، معلش، لان المفروض ان انا باخد المجموعتين اللي قصاد بعض دول عشان الم الغرزة. تمام، ادخل كده اعمل غرزة منزلقة وهبتدي اعمل بقى منزلقة كده في الفراغ ده وفوق العمود ده، منزلقة اتنين تلاتة، وبدخل في الفراغ ده اعمل منزلقة اربعة، وهعمل سلسلة وادخل اعمل غرزة حشو. وهرتفع خمس سلاسل، تلاتة اربعة خمسة، هلف لفتين وابتدي اجمع بقى التجميعة بتاعتي. معلش انا غلط، ادي اول عمود بلفتين مش كامل، لفتين مش كامل، ادي التالت هلف لفتين، هدخل في المجموعة اللي بعدها مش هكمله، المجموعة اللي بعدها مش هكمل، تالت واحد، وهسحب من السبع حلقات كلهم وهعمل سلسلة اتنين تلاتة اربعة خمسة. شايفين انا جمعت مجموعة تانية اهو، وهاجي هنا هدخل اعمل غرزة حشو سلسلة وهجمع المجموعتين دول، وهكمل بنفس الطريقة بقى مسافة لغاية الطول اللي انا عايزاه. هكمل وارجع لكم تاني. كده وصلت للطول اللي انا عايزاه، ودايما اخر سطر معاكي بيكون السطر اللي هو مش التجميع، اللي هو بيبقى ست غرز بينهم تلات سلاسل. تمام، ادي اخر غرزة عندي، باجي هنا اللي هو غرزة الحشو وبعمل غرزة منزلقة. هبتدي اعمل بقى تناقص. هعمل ايه بقى؟ هرتفع سلسلتين، دايما هيبقى سلسلتين بس، احنا كنا بنعمل خمسة دلوقتي هنعمل سلسلتين، وهلف كده لفتين وهبتدي اعمل التجميع اللي انا بعملها اللي هي بتاعت ان انا ما كملش العمود بلفتين. ادي اول عمود، تاني عمود، حلقتين حلقتين وبسيب الحلقة الاخيرة، بلف لفتين، وادي تالت عمود، بطلع من حلقتين حلقتين وبسيب الحلقة الاخيرة، بلف لفتين وبدخل على المجموعة التانية
يا خبر، غلطت نفس الغلطة نفس الغلطة. سوري 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 جدا. بداية السطر لازم وانا بغلط الغلطة دي، معلش. دايما خدوا بالكم بقى عشان ما تغلطوش غلطتي، ان انا دايما باخد المجموعتين البعاد عن بعض مش المجموعتين القريبين من بعض. يعني بداية السطر لازم اعمل غرز منزلقة لغاية ما اوصل للفراغ ده، تمام؟ معلش انا اسفة مرة تانية، ومش همسح الفيديو ومش هعمل مونتاج ولا حاجة، هكمل زي ما انا. هعمل غرز منزلقة كده لغاية ما اوصل، ادي اول غرزة اهي كده، الغرز منزلقة فوق الغرز اللي هم التلاتة دول. معلش هدخل كده عند الفراغ واعمل غرزة منزلقة سلسلة، وهعمل غرزة حشو، وادي السلسلتين، تمام؟ ده بداية السطر. معلش يا رب تكون الجزئية دي واضحة، ولو مش واضحة قولولي بقى نعيد الطاقية دي كلها من الأول. يا رب تكونوا بس تكون واضحة الجزئية بتاعتكم دي. هلف لفتين وهبتدي أجمع بقى الست عواميد، هاخد حلقتين حلقتين وهسيب الحلقة الأخيرة، وادي تاني حلقتين. يبقى كده احنا عندنا في بداية كل سطر لازم بنمشي بغرز منزلق عشان ما نتلخبطش. وادي تالت عمود وبلف لفتين وبدخل في المجموعة اللي بعدها، ادي رابع عمود مش بكمله، ادي خامس عمود مش بكمله، وادي سادس عمود. بعد كده بما معايا سبع حلقات على الابرة هسحبهم كلهم مرة واحدة، وهبتدي اعمل سلسلتين بس. احنا كنا بنعمل قبل كده خمسة، انا كده بعمل سلسلتين عشان ابتدي اصغر المسافة بتاعت الطاقية من فوق، وهدخل هنا في الفراغ واعمل غرزة حشو وسلسلتين، وهجمع المجموعة اللي بعدها، وهكمل السطر بنفس الطريقة. ادي اول عمود، تاني عمود، عمود بلفتين مش كامل، تلاتة اربعة خمسة وهسحب غرز كلها، وهعمل سلسلتين بس، وهدخل في الفراغ ده واعمل غرزة حشو، وهكمل بنفس الطريقة. هو عامة لما انتوا بتبدأوا وبتحسوا ان كنتوا متلخبطين زي ما انا عملت كده، بتبان على طول شكل الغرزة على فكرة. يعني مجرد ما باجي ألم المجموعتين على بعض باخد بالي ان هم قريبين، يعني لما اجي كده غلط بعرف ان هم قريبين، بتبقى شكل الغرزة باين ان انا غلط، فمش هتوهي يعني في الغرزة. الغرزة سهلة وبسيطة، ولو في اي حاجة في الشرح مش واضحة اكتبوا لي في التعليقات. هكمل السطر ونرجع نكمل مع بعض. خلصت كده الاخر حاجة غرزتين، وانا هنا هي غرز المنزلقة، هادي اول غرزة هنا هعمل فيها منزلقة، هبتدي ارتفع سلسلة وهعمل علامة عشان كده الشغل ما يبقى واضح بالنسبة لي، ما يروحش مني. هاجي هنا على الفراغ ده وهعمل غرزة حشو، وهاجي على التجميعة بتاعت المجموعة دي واعمل غرزة حشو، الفراغ اللي بعدها غرزة حشو، الفراغ غرزة حشو، وعلى التجميعة دي غرزة حشو. وكده غرزة حشو. هكمل السطر بنفس الطريقة، غرز حشو على كل فراغ غرزة حشو، وعلى التجميعة دي غرزة حشو. هكمل السطر وارجع نكمل مع بعض. كملت السطر اهو، هبتدي اشيل العلامة وابتدي اعمل بقى كل غرزتين هاخدهم مع بعض غرزتين غرزتين تناقص، اعمل حتى تناقص عادي، كل غرزتين هاخدهم مع بعض تناقص، كل غرزتين تناقص لاخر السطر.
هكمل لآخر السطر تناقص ونرجع نكمل مع بعض باقي تقفيل الطاقية بتاعتنا. كملت السطر كله تناقص لغاية ما بقى فيه فراغ زي كده. طبعا انت لو بتعملي مقاس كبيرة هتبتدي تعملي تناقص أسطر من التناقص ورا بعض لغاية ما يبقى فيه فاضل فتحة زي ديت، وبنعمل آخر غرزة كده وبنسحب الخيط بغرزة تنظيف أو بإبرة، بإبرة الكروشيه بنبتدي نسحب الخيط كده. من كل غرزة بنسحب الخيط سواء بإبرة تنظيف أو بالإبرة زي ما أنا بعمل كده عشان نجمع الجزئية دي. بس اهو من كل غرزة بطلع كده مرة من الأمام ومرة من الخلف وبشد، شايفين اه كده. بشد بالشكل ده وبقلب الطاقية بتاعتي كده وهسحب الخيط ده من الغرزة اللي بعدها على طول كده وهشد، شايفين انا شدتها فقفلت بالشكل ده. تمام، بثبتها وبقطع الخيط. هقطع الخيط ونرجع نشوف هنكمل باقي الشرشوبة اللي من فوق ونشوف هنزين الطاقية ازاي. هنجيب كده مجموعة من اللولي، اللولي صغير كده، ونيجي على كل دايرة ونعمل دي. طبعا حاجة ترجع لك انتي حسب ما انتي تحبي. تمام، بنجيب وحدات لولي كده وبالشمع وبنبتدي نشبكها بالشكل ده بالشمع. على كل مجموعة من الغرز بتحطي وحدة لولي بالشكل ده. تمام، هلزقهم انا بعدين. هنعمل دلوقتي كورة بونبون عشان نحطها فوق في الطاقية. بعمل كده بخلي خيط طويل في ايدي كده شوية وببتدي الف، خليها صغننة عشان هي صغيرة. خلاص بلف كده، بخلي صابعي مفتوح وابتدي الف عدد من الخيوط بالشكل ده كده اهو. احنا كنا عاملينها قبل كده برضو كذا مرة. ثواني افك الخيط وارجع لكم. اهو كملت كده وهاجي على النص كده اربطها. هجيب لها حتة خيط صغيرة برضو عشان تبقى نعقدها بالشكل ده. انا شايفاكوا يا اللي لسه ما عملتوش تعليق، وشايفاكوا يا اللي لسه ما اشتركتوش. لو ما عجبكوش الشغل عشان كده انتوا ما اشتركتوش، قولولي ايه اللي ما عجبكوش في التعليقات، ولو عجبكم يبقى اشتركوا عشان يوصلكم كل جديد. شايفين هخلي دي طويلة شوية كده وهبتدي اقص بقى الخيط بالشكل ده كده اهو. هجمعها بالشكل ده كده وابتدي بقى اقصقص عشان بس من ايه من بوظ الدنيا هنا. هقصقصها واوريكم ازاي، اشرح لكم ازاي نركبها. هكمل وارجع لكم تاني. عملت كورة البونبون اهي، وفي بيها منها بيجي فرو وفي منها بيجي جاهز يعني، ولزقت الخرز زي ما انتم شايفين كده، شكله بيدي شكل جميل وحلو، بيظهر الوردة بتاعتنا. هاجي هنا من جوه الطاقية وبطلع بإبرة الكروشيه كده وبسحب الخيط اللي انا عملته هنا ده كده اهو، بسحبه كده لتحت. تمام، وبعدين بمشي كده، بمشي واحدة منهم بخليها في اتجاه والتانية في اتجاه بالشكل ده عشان اربطهم مع بعض. ممكن تشتغلي بإبرة اصغر من دي اهو كده، وتروحي ربطاها
يا رب الطاقية دي تكون عجبتكم، ولو فكرة عجبتكم برضو تاني ان احنا نعمل الاحجام الصغيرة على العروسة ونشرح ازاي تعملوها اكبر من كده. وكده اهي كملت معانا الطاقية بتاعتنا، يا رب تكون عجبتكم ويكون الشرح وافي زي ما قلتلكم. استنى تعليقاتكم واشتراكاتكم وقولولي بتتابعوني منين. كانت معاكم رضا احمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.